السلام عليكم. بعد ساعات من الآن تنتهي الهدنة المتفق عليها بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية وسط تفاعلات سياسية ودبلوماسية وأمنية نشطة. ففي الوقت الذي يتحدث فيه قادة الاحتلال عن استعدادهم لاستئناف القتال بعد انتهاء الهدنة صباح الجمعة، أوعزت قيادة حماس وفصائل المقاومة إلى مقاتليها بالاستعداد الكامل. في موازاة ذلك، يصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى العاصمة القطرية الدوحة بحسب تقارير صحفية ذكرت أن الهدف من الزيارة الضغط على المقاومة والاحتلال لعقد صفقة كبيرة تشمل الرجال والعسكريين بعد أن اقتصرت في المرحلة الماضية على النساء والأطفال. تبع ذلك تطور لافت تمثل بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الكيان الإسرائيلي واجتماعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل التوجه إلى رام الله للقاء قادة السلطة الفلسطينية. على وقع هذا الحراك السياسي تندفع الأسئلة عما سيلي مرحلة انتهاء الهدنة بعد ساعات، وعن النتائج التي حققتها الهدنة حتى الآن، وكذلك عن المسارات التي ستسلكها حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة بعد كل هذه التطورات. إذن هي محاور ثلاثة تدور في فلكها حلقة اليوم من حديث العرب، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. لا يألو الاحتلال الصهيوني جهداً في خرقه الاتفاقات التي يوقعها، فمنذ اليوم الأول للهدنة الإنسانية المعقدة في قطاع غزة لم يفي الاحتلال بالتزاماته، سواء فيما يتعلق بقوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم أو عرقلته إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ولا سيما المناطق الشمالية منه، ناهيك عن الخروقات العسكرية للهدنة التي خلفت عدداً من القتلى والجرحى الفلسطينيين. مراقبون يرون في الخروقات الإسرائيلية انعكاساً لما يمكن وصفه بالخلاف بين حكومة الاحتلال وداعميه في واشنطن، فالإدارة الأمريكية باتت ترى أن الثمن السياسي لاستمرار العدوان على غزة أصبح باهظاً بالنظر إلى تعالي الأصوات المناهضة للحرب في المجتمعات الغربية، ما دفع بعض الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة ضد الحرب الإسرائيلية، بل إن تلك الأصوات المعارضة بدأت تتصاعد داخل الكونغرس وداخل أروقة الخارجية ووكالة الاستخبارات الأمريكية، بينما يصر الاحتلال على مواصلة الحرب رغم خسائره الفادحة بهدف ترميم صورته العسكرية التي تمزقت في 27 تشرين الماضي، بيد أن تمديد اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى وحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى المنطقة للتفاوض بشأن اتفاق شامل لتبادل الأسرى يشي بحسب محللين بأن الولايات المتحدة ربما قررت أخذ زمام المبادرة للدفع نحو هدنة طويلة الأمد، إلا أن ذلك قد يصطدم برفض إسرائيلي يهدد باستئناف الحرب مجدداً. وبعيداً عن مآلات المباحثات الجارية، يقول المحللون إن الهدنة قد حققت لكلا الجانبين فرصة لإعادة دراسة مسار الحرب وإعادة التموضع العسكري وفقاً لمعطيات أسابيع القتال السابقة، إلا أنها على المستوى السياسي عمقت من أزمة الاحتلال الدولية في الوقت الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية في تحقيق العديد من المكاسب السياسية، إضافة لما حققته من إنهاك عسكري لقوات الاحتلال أثناء المعارك. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الذي نتابع فيه تطورات حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة والتفاعلات السياسية والدبلوماسية بشأن هذه الحرب. للحديث عن موضوع الحلقة معنا في الاستوديو العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث في مركز الرافدين للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعبر سكايب من اسطنبول تيسير سليمان، الخبير بالشأن الفلسطيني والاحتلال، وكذلك عبر سكايب لكن من رام الله عليان الهندي، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ بالاستوديو. يعني من المقرر بعد ساعات أن ينتهي التمديد الثاني لهذه الهدنة، أي في ساعات صباح الجمعة غدا الأولى. في تصورك لجريان الأحداث في غزة والأحداث المتولدة عنها، ما الخطوة التالية؟ ماذا بعد انتهاء الهدنة؟
نعم، تحية لك ولضيوفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. بعد دعني أفصل في قضية الهدنة أولا. يعني في العلم العسكري توجد هناك وقفات، هذه الوقفات متعددة، هناك من حيث التخطيط تأخذ أيضا مسارات متعددة، ومن حيث التنفيذ أيضا تأخذ مسارات. من حيث التنفيذ هناك وقفات تسمى بالوقفات استراتيجية، وهذه تكون على مستوى الجيوش المتحالفة في حروب كالحرب العالمية أو ما إلى ذلك يعني. وهناك وقفة تسمى وقفة عملياتية، وهي تكون على مستوى جيش في منطقة معينة يعني. وهناك وقفة أخرى تسمى وقفة تعبوية، طبعا الوقفة العملياتية تتراوح من 7 أيام إلى 9 أيام. نعم. الوقفة العملياتية تتراوح من 5 أيام إلى 7 أيام. وهناك وقفة اضطرارية تتراوح من 3 أيام إلى 5 أيام. وهناك وقفة أخرى تسمى وقفة تكتيكية، هذه تكون لساعات متعددة. نعم. ما يجري أو ما جرى خلال الفترة الماضية هو عبارة عن وقفة تعبوية استمرت من 3 أيام إلى 5 أيام، ثم تم تجديدها إلى 7 أيام، وبالتالي هذه تنتهي بانتهاء المدة المحددة لهذه الهدنة. هناك هدن مثلا تكون على منطقة جغرافية دون مناطق أخرى، أو تكون تشمل قوات دون مناطق أخرى. نعم. وبالتالي هذه الهدنة تم الاتفاق عليها في مدينة غزة بوقف إطلاق النار، وتم الاتفاق على شروط تبادلت ما بين الطرفين وتم الموافقة عليها، ثم بعد ذلك بدأت عملية إطلاق الرهائن الأسرى أو الرهائن من كلا الطرفين، وتخللت خلال هذه الفترة إطلاق العديد، وصلت إلى الأعداد إلى أكثر من 300 بالنسبة للفلسطينيين و100 بالنسبة للإسرائيليين. حقيقة الآن نحن أمام مفترق طرق، هل ستستمر هذه الهدنة ويمكن البناء عليها لكي تكون هناك هدنة دائمة؟ أنا أعتقد بأن الأطراف التي اجتمعت في الدوحة لحد هذه اللحظة لم تتوصل إلى اتفاق يفضي إلى أن يكون هناك تمديد ديناميكي لهذه الهدنة، بحيث يمكن البناء عليه للوصول إلى اتفاق شامل يشمل إطلاق سراح العسكريين والرجال خلال الفترة القادمة، ثم يؤسس إلى بناء اتفاق سياسي يفضي إلى وقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة. وبالتالي نحن أمام مستجدات قد تظهر اليوم أو غدا. حتى مجيء وزير الخارجية هو جاء للضغط على حكومة نتنياهو للقبول بالشروط أو بالاتفاقات التي يمكن التوصل إليها للوصول إلى اتفاق دائم، لأن هناك ضغط عالمي كبير جدا، ضغط دولي على الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه الخسائر التي طالت المدنيين خلال الفترة الماضية والإبادة الجماعية هي ورقة ضاغطة على الحكومة الأمريكية أولا وعلى الحكومة الإسرائيلية ثانيا، وبالتالي يجب أن يكون هناك اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. لكن ما الذي دفعك على الاعتقاد بأنهم في الدوحة حتى الآن لم يتوصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق دائم؟ لأنه لحد هذه اللحظة لم يتوصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى لو كان لأيام أخرى لكي يتم الاتفاق على ما بعده. وبالتالي هم توصلوا إلى اتفاق يوم واحد اللي هو اليوم السابع، ولم تظهر لحد هذه اللحظة أي نتائج للمباحثات التي جرت في الدوحة خلال الفترة القريبة الماضية، يعني خلال اليومين الماضيين، وبالتالي لم يكن هناك اتفاق، لو كان هناك اتفاق لرشحه. وبالتالي حتى مسألة العودة إلى انهيار الاتفاق الهدنة والعودة إلى القتال، هو هذا الخيار كان مطروح منذ اليوم الأول، لأنه يمكن لأحد الطرفين أن يخرق هذا الاتفاق وتكون هناك عودة إلى القتال مرة أخرى. وبالتالي منذ اليوم الأول الطرفين يعدون العدة لمنازلة أخرى إذا لم يتم الاتفاق إلى اتفاق شامل، وبالتالي هذا الخيار هو مطروح أصلا، يعني مسألة استئناف القتال والذهاب إلى جولة أخرى من القتال، خصوصا وأن المرحلة الأولى تعتبر مرحلة الهجوم على قطاع غزة الشمالي، وبالتالي يمكن أن تكون هناك مراحل أخرى، لأن العملية العسكرية يمكن أن تقسم إلى مراحل. المرحلة الأولى تكون صفحات، صفحة الأولى وثانية وثالثة، ثم بعد ذلك يأتي الهجوم إلى مناطق أخرى جديدة تأخذ مراحل أخرى من العملية الهجومية، كأن تكون مرحلة ثانية أو مرحلة ثالثة للهجوم، وهذا ما سنراه خلال الأيام المقبلة. طيب، لكن الحقيقة سيد تيسير في إسطنبول الإسرائيليون كما لو أنهم يمنهجون تعاملهم من خلال التصريحات والمواقف مع هذه القضية، فمن جانب يقولون بأن رئيس الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي وافق على خطط جديدة للمرحلة القادمة من العمليات البرية، ومن جانب آخر يقول إن الإسرائيليين منفتحون على التفاوض مع المقاومة في المرحلة المقبلة شريطة الإفراج عن جميع النساء والأطفال. هل يمكن أن تلتقط الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الإسرائيليون من وراء هذه التصريحات والمواقف؟ تمام، بالبداية تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهورنا الأفاضل. حقيقة
الاحتلال الإسرائيلي ليس بهذا الترتيب الذي الكل يعتقد، وأنه بناء عليه المشهد يخرج إلى حيز التنفيذ. الحقيقة هي أنه بأزمة 7 أكتوبر التي حدثت للاحتلال الإسرائيلي، كل ما يأتي من الاحتلال الإسرائيلي جزء منه ردات فعل، وجزء منه حالة من محاولة إنجاز أي شيء على الأرض، أكان إنجازاً عسكرياً أو إنجازاً إعلامياً. والحقيقة هي أن الأمريكان يتحكمون بكل شيء داخل منظومة حكومة الحرب الاحتلال الإسرائيلي، لدرجة أن صحفية إسرائيلية قالت لا يستطيع هؤلاء أن يأخذوا قرار من دون مربية الأطفال، ويقصدون بذلك وزير خارجية الأمريكي. الأمر الآخر وهو إن كان يستعد للحرب ماذا كان يفعل قبل أيام؟ ما كان يقاتل وماذا كان يحدث؟ كان يناور بأكثر من 1000 مجنزرة ودبابة وحامل الجنود، وقد فقد ثلثها فقط في منطقة شمال قطاع غزة وفي منطقة القريبة من الوسط. حط أهداف له، والأهداف هذه رمزت بأشكال كبيرة. الأول تغيير الحكم في قطاع غزة، وبدأ يفكر ويبحث لمن سوف يسلم المفتاح، ثم انتقل إلى تفكيك حركة حماس، وبعد ذلك سيطرة أمنية إسرائيلية وإدارة مدنية يتم الاتفاق عليها. بعد ذلك فقد ذلك وذهب إلى مربع إيقاف القدرة الصاروخية والقدرة الضربية أو الضرب لدى كتائب القسام. نزل بعد ذلك وذهب إلى حجة المستشفيات، وقال قيادات حماس ومراكزها ومراكز السيطرة والاتصال كلها موجودة في مراكز الشفا والرنتيسي، وتبين كذبا أنه ليس كل ما ادعاه صحيحا. الأمر الآخر وهو الأمر الحيوي أنه قال السقف النهائي لنا هي إطلاق سراح المأسورين الأسرى الذي جلبته المقاومة أو الذي جلبهم بعض الشعب الفلسطيني مثل النساء والأطفال. والحقيقة هي أن شروط المقاومة كانت من بداية أو ما قبل عملية الاجتياح البري، وكانت تفاصيلها واضحة جدا في بداية شهر نوفمبر تشرين الأول، كانت واضحة وهي تريد صفقة كاملة، الكل بالكل جاهز، تريد عملية لتبادل جزئي جاهزين، تريد تفاصيل لها تتعلق بإيقاف الحرب وإدخال بعض المساعدات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي والوقود وغيره جاهزين. الذي حدث بعد شهر أن وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي قال أن المناخ والأجواء الآن أفضل من الذي قبله. حقيقة ماذا الذي حدث؟ حدث أنه اقتنع أن 1000 من جنوده بين قتيل وإصابة خطيرة وإصابة متوسطة وإصابة طفيفة، وأكثر من 340 دبابة، وأكثر من ذلك الجبهة الداخلية وإخلاء 4 مدن رئيسية وإخلاء أكثر من 250 مستوطن و4.5 مليون إسرائيلي قريبين من الملاجئ أو بمحيطهم، توقف أكثر من 5000 مصنع للعمل، وأيضا شلل العنصر الرئيسي له وهو عنصر الصناعة العسكرية والسياحة وصناعة أو الهايتك بتفاصيلها. باعتقادي هذا الذي ممكن أن يتكلم عنه وزير الدفاع، ونحن نرى كيف يهدد وزير الأمن القومي والصهيونية الدينية التي لها إمكانية إسقاط الحكومة أنه بتوقف العمليات أو إيقاف العمليات لن نقبل. المقاومة واضحة منذ اليوم الأول، ما قامت به من عملية عسكرية يوم 7 أكتوبر يعبر عن حالة الرفض الفلسطيني للاحتلال الموجود على فلسطين، كل فلسطين، وتمثل حالة رد على تدنيس المقدسات والمسجد الأقصى، تمثل حالة الرد على حصار قطاع غزة الذي استمر أكثر من 20 عاما، تمثل حالة الرد على الاعتداء على الأسرى ومحاولة تحرير الأسرى. باعتقادي أن المقاومة التي أعدت كل تفاصيل يوم 7 أكتوبر بنجاح وبتفوق عالي جاهزة أيضا لمعركة قد تستمر أشهر، وتعرف أن الاحتلال قد يستطيع أن يدمر ويقتل، ورأيناه كيف شاطر أو أرى قوته على الأطفال والنساء والمساجد والكنائس والمساء وغيره، ورأينا كيف المثلث الأحمر طارد جنوده، وأن الصواريخ لم تترك بقعة في فلسطين، حتى بحيرة طبرية وصلت لها صواريخ المقاومة، والبحر الأحمر في أقصى الجنوب وصلت له. أنا باعتقادي إذا كان التهديد من وزير الدفاع ورئيس أركانه باستمرار المعركة، فلنسمع ماذا تقول الصحافة الإسرائيلية عنهم. تقول لهم قد فشلتم، أنتم كجيش، أنتم كاستخبارات، وأنتم كمخابرات. طيب، لكن في السياق ذاته، وهنا أسأل السيد عليان الهندي، في رام الله
فيما يتعلق بالمتغيرات الحديثة، يعني قرار استئناف القتال أو حتى اتخاذ قرار بالهدنة وتحديدا استئناف القتال، لم تعد ظروفه ربما يعني مشابهة لما كانت عليه الحال قبل بدء هذه الحرب. هناك أعلى منصب في وكالة الاستخبارات الأمريكية وصل إلى الدوحة لهذا الغرض خصيصا، لبحث مسألة الصراع بحسب التقارير الصحفية. زاد على ذلك أعلى منصب دبلوماسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وزير خارجية زارة الأبيب، عقد جلسة محادثات مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، ثم بعد ذلك انتقل إلى رام الله. هل يمكن أن ترسم لنا خريطة سياسية تحاول أن ترسم من خلال هذه اللقاءات؟ يعني أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا. في البداية لابد من التفريق بين زيارة مدير CIA إلى قطر وبين زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل بالأمس. في الحالة الأولى هناك محاولات أمريكية لإجراء عمليات تبادل أسرى جديدة في بين حركة حماس وما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أيضا محاولات لتمديد الهدن التي تسميها الولايات المتحدة الأمريكية الهدن الإنسانية، وربما يتطور وهناك تطور للأفكار من قبل الأطراف الأخرى المشاركة في هذا الموضوع مثل قطر وجمهورية مصر العربية، اللتان تبحثان عن مد الهدن الإنسانية للوصول إلى وقف إطلاق النار، في حين أن رئيس الموساد كان واضحا في طرحه أمام الأطراف الثلاثة بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تذهب إلى وقف إطلاق شامل، هي مستعدة لعملية تبادل أسرى بالمناسبة وفق المعايير التي يطرحها الفلسطينيين، لكن من دون أن يكون هناك وقف لإطلاق النار سوى الفترة التي سيحصل بها عملية تبادل الأسرى. وكان هذا يعني عملية وقف إطلاق النار هو الشرط الفلسطيني الذي قدمته حركة حماس كشرط أساسي لعملية تبادل الأسرى، وأعتقد أن هذه المباحثات قد فشلت وربما تصل كما تفضل ضيفكم الكريم من الاستوديو بأن تصل إلى 8 أيام أو حتى إلى 10 أيام كما هو يوضح ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الذي تحدث عن مرحلتين، المرحلة الأولى تقدر ب4 أيام والمرحلة الثانية تقدر ب6 أيام، لكن لا يتم التعامل معها ب6 أيام ككتلة واحدة وإنما كل يوم بيومه، بمعنى إذا قدمت المقاومة الفلسطينية 10 من المحتجزين في القطاع غزة يتم في المقابل استبدال 30 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهذا يتم التعامل معه بشكل يومي أو كل يومين، وأعتقد وربما يكون هناك نوع من التبادل سيستمر حتى 10 أيام التي المحددة والتي تنتهي بالمناسبة يوم الأحد. هذا في السياق الأمريكي والعربي والإسرائيلي في الدوحة. أما فيما يتعلق بالزيارة التي قام بها أنتوني بلينكين وزير خارجية الأمريكي إلى إسرائيل، أعتقد أنه هو جاء ليبحث أمرين أساسيين. الأول هو الهجوم الذي تخطط له إسرائيل على جنوب قطاع غزة، حيث يحشر في هذه المنطقة الضيقة التي تصل إلى ما يقارب 150 كيلومتر مربع، ما يقارب 1,100,000 فلسطيني في هذه المنطقة الضيقة، وهم يعانون من أزمات خطيرة جدا، أزمات في نظرا للحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، هناك معاناة في المياه والكهرباء والأغذية، وهناك مخاوف حقيقية من انتشار الأمراض، وبالتالي أي محاولة إسرائيلية للقصف لمنطقة الجنوب كما كان في منطقة الشمال، أعتقد أن الخسائر الفلسطينية ستكون ربما أكثر مما مضاعفة مرتين أو ثلاث، وسيكون التدمير والخراب هائل جدا. لذلك جاءت الإدارة هذا الموضوع الأمريكية. الأول الموضوع الثاني الذي بحثه بلينكين، أكملك بس في التفصيل تفضل لو سمحت، وبالتالي أعتقد أنه بلينكين جاء ليضع
شروط ومحددات معينة تمنع الاحتلال الإسرائيلي من القيام بالهجمات التي تخطط لها. ومع ذلك لابد من الإشارة بوضوح أن المقاومة مستعدة وجاهزة لهذه المواجهة. إضافة إلى نقطة أخيرة في هذا الموضوع، وهي أن الإدارة الأمريكية قد أطلقت يد الجيش الإسرائيلي في منطقة الشمال في المناطق التي لم يستطع جيش الاحتلال احتلالها. هذا في الشق العسكري. في الشق السياسي أعتقد أن هناك في محاولات أمريكية ومحاولات للأسف عربية ومحاولات لإقناع الإدارة الحكومة الإسرائيلية بأن يتم البحث عن اليوم التالي بما يسمى إنهاء حكم حماس ونزع أسلحتها في قطاع غزة. أعتقد أنه المشكلة الأساسية التي تواجهها الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تضع محددات وترسم خريطة معينة أو خارطة طريق لليوم التالي لما يسمى بإنهاء حكم حماس في قطاع غزة. نعم. ذلك أن هناك الكثير من المخططات الإسرائيلية التي عبر عنها بتصريحات كثيرة من الوزراء والمسؤولين وحتى من الشخصيات المهمة في داخل المجلس الحربي الذي تطالب بأن ينتقل أو ينقل الفلسطينيين إن كان بالرغبة أو بالقوة المسلحة إلى مصر بهدف تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين وبالتالي الاستيلاء عليه. وهنا الإدارة الأمريكية تدخلت وأعلنت بشكل واضح وصريح أنها لا تريد طردا للفلسطينيين وأنها تريد خارطة طريق تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء خارطة إلى إنهاء حكم حماس كما يدعون وإلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإلى إيجاد آلية ربما إقليمية وبمساعدة من السلطة الفلسطينية في رام الله لكي تعاد سلطته إلى قطاع غزة وبالتالي الموافقة على إعمار قطاع غزة من قبل القوى الإقليمية و الدولة. هذا مرتبط بمسارات الحرب يعني على غزة وهو ما نبحثه في المحور الأخير من هذه الحلقة، ولكن قبل المحور الأخير بعد الفاصل سنبحث في النتائج التي ترتبت على هذه الهدنة سواء على الصعيد السياسي أو العسكري. فاصل قصير ومن ثم نواصل هذا الحديث. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن نتائج الهدنة الموقعة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، نتائجها على الصعيدين السياسي والعسكري. سريعا أذهب إلى العقيد الركن حاتم، قراءتك لهذه النتائج، نتائج هذه الهدنة التي امتدت 7 أو 8 أيام عسكريا وسياسيا سواء على صعيد المقاومة أو على الاحتلال بشيء من الاختصار لو سمحت. نعم، قضية الهدنة منذ البداية، يعني أولاً عدم وجود مراقبين دوليين لهذه الهدنة، فبالتالي كانت هناك خروق من قبل الجيش الصهيوني خلال الفترة الماضية في عدد من مناطق غزة وخاصة في القطاع الشمالي. يضاف إلى ذلك بالإضافة إلى عدم وجود مراقبين يعني بشكل عام بأن هذه الهدنة هي كانت لكلا الطرفين، أولاً هي هدنة إنسانية بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة، هذا أولاً. المسألة الثانية هي عملية إعادة تموضع لكلا الطرفين، عملية يعني نستطيع أن نقول سد الذخائر، عملية نقل جنود، عملية إعادة ترتيب الجبهات، عملية نقل مقاتلين، يعني عملية الاستعداد لجولة قادمة لكلا الطرفين، وبالتالي هي لكلا الطرفين كانت مفيدة. يعني في القطاع الشمالي
الجيش الصهيوني لم يسيطر لحد هذه اللحظة إلا على 48% من القطاع الشمالي، وبالتالي لا زالت هناك 52% تحت سيطرة المقاومة. إذن هناك الكلام الكثير يمكن الذي يمكن أن يقال في القطاع الشمالي. سيطرة 48% سيطرة كاملة؟ نعم، 48 ليس سيطرة كاملة بمعنى السيطرة الكاملة، لأن هناك عملية الأنفاق المتواجدة في غزة تجعل الظهور خلف خطوط العدو في مناطق كثيرة، وهذا ما حصل في حي الزيتون، حصل في مناطق شيخ رضوان، في مناطق كثيرة من القطاع الشمالي. وبالتالي استخدام الأنفاق بمعنى الظهور خلف خطوط العدو، مما يعني بأن العدو استطاع أن يتوغل واستطاع أن يتمدد في هذه المناطق، ولكنه لم يفرض السيطرة الكاملة على هذه المناطق لحد هذه اللحظة. وبالتالي سيطرة جزئية على 48% بالضبط، هي بالأساس سيطرة جزئية على القطاع، 48% يعني تقريبا لم يسيطر على النص لحد هذه اللحظة. وهناك عمليات كبيرة جدا جرت في الفترة الماضية خلال في جباليا، في حي الزيتون، في منطقة الفالوجة التي حاول العدو أن يسيطر عليها في اللحظات الأخيرة في حي، فهذه المناطق لا زالت مشتعلة والمعارك فيها بارية قبل الهدنة. وبالتالي ما هذه الهدنة أعطت للطرفين فرصة لكي يتم إعادة التموضع وإعادة الذخيرة وسد الثغرات وما إلى ذلك من أمور أخرى. هذا أولا. يضاف إلى ذلك بأنه ما يجري من تصريحات من قبل الكيان الصهيوني سواء من قبل وزير الدفاع أو غيره هي لأسباب متعددة. أولا هي أوراق ضغط على حماس للقبول بالشروط التي تريدها إسرائيل في مسألة إطلاق الأسرى، هذا أولا. المسألة الأخرى بأن اليمين المتطرف في إسرائيل يضغط على استمرار العملية العسكرية بشكل كبير جدا ولا يريد لهذه العملية أن تتوقف، وهو يضغط لفتح الجبهة مع لبنان بالاستفادة من الحشد الأمريكي. يعني عندما نتكلم الآن ويقول هناك فصل ما بين مثلا مدير CIA وما بين وزير الخارجية، لا، هو القرار بالأصل قرار سياسي، وهذا القرار هو مدعوم أمريكيا منذ اليوم اللحظة الأولى. يعني الهجوم على غزة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الحرب في الهجوم على غزة، والتحشيدات الأمريكية وفتح مخازن الذخيرة لحلف الناتو خلال الفترة الماضية كان واضح جدا بأن وصلت أكثر من 85 طائرة أمريكية محملة بالكثير من الذخائر والأسلحة والمعدات والآليات لجيش الاحتلال. وبالتالي عندما نتكلم نحن نتكلم عن موقف أمريكي داعم لهذه القضية بشكل كبير جدا، وما مجيء مدير CIA إلا هو جزء من عملية التفاوض التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الأسرى. وبالتالي نحن نتكلم عن قرار مرتبط، القرار الإسرائيلي مرتبط بالقرار والدعم الأمريكي. يعني هذه العملية العسكرية ما كان لها أن تستمر لولا الدعم الأمريكي والدعم الغربي لهذه العملية. يضاف إلى ذلك بأنه الخسائر التي بني بها الاحتلال خلال هذه الفترة هي محدد كبير جدا بالنسبة للاحتلال. يعني إذا جئنا الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا خرجت من العراق؟ لماذا خرجت من أفغانستان؟ لماذا خرجت من فيتنام؟ نتيجة الخسائر المالية. الاقتصاد الإسرائيلي الآن يضغط بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأن عملية إطلاق جزء من الأسرى الذين موجودين عند حماس هو ورقة ضاغطة على الحكومة، لا يمكن تجزئة هذا الملف. هذا الملف يجب أن يجري على الجميع بنفس الصورة. يعني وبالتالي هناك ضغوطات كبيرة تمارس. لكن من الناحية العسكرية حتى حاتم باختصار شديد من فضلك، وأنت ربما مدرك لطبيعة النفسية الصهيونية الجيش الإسرائيلي، هل زخم القتال وفق الخسائر التي حصلت ما زال يمكن أن يحافظ على هذا الزخم والعودة إلى القتال بزخم قد بدأ به قبل شهرين؟ الحشد الصهيوني كان لهذه المعركة 5 فرق، فرقتين آلية وفرقة مدرعة وفرقة مشاد، بالإضافة إلى ألوية المظليين وألوية جولاني وألوية إجفعاتي. هذه الألوية وهذه القوة تم استخدام من عندها ما يقارب 3 فرق خلال الهجوم على القطاع الشمالي، وبالتالي توجد وفرة عددية كبيرة جدا لقوات الاحتلال بفرقتين لا زالت يمكن أن تستخدم في الهجوم سواء على القطاع الشمالي أو على القطاع الجنوبي. وبالتالي القدرات العسكرية المتواجدة لجيش الاحتلال هي كبيرة جدا، لأن هناك اختلال كبير في ميزان القوى ما بين قدرات حماس وما بين قدرات الجيش الصهيوني. يضاف إلى ذلك بأنه حتى الاحتياط الذي سحبه في الفترة الماضية سحب ما يقارب 300 إلى 360 ألف جندي، وبالتالي في الفترة الماضية لكن هناك حديث عن إعادة الاحتياط بسبب الإنفاق الكبير. نعم، تم إعادة جزء من عنده، ولكن لا زالت الوفرة العددية كبيرة جدا لقوات الاحتلال، فبالتالي توجد وفرة عددية وهناك إمكانية عسكرية وقدرات كبيرة للاحتلال
يمكن له أن يعود إلى القتال مرة أخرى، سواء كان في القطاع الشمالي أو سواء في القطاع الجنوبي. ولكن بالمقابل أيضا المقاومة لا زالت تمتلك من القدرات الكثير التي لم تظهر لحد هذه اللحظة. يعني عندما يتكلمون يقول لم يتم استخدام إلا 10% من قدرات المقاومة في الفترة الماضية، إذن نحن نتكلم عن إمكانية وعن قدرات مطاولة يمكن أن تستمر لأشهر قادمة خلال الفترة المقبلة. فلذلك الطرفين هم يتجهزون للعودة مرة أخرى بالاستئناف القتال إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل، لأن حماس لا تريد أن تجزئ هذا الملف. يعني لا يمكن لها أن تقبل مثلا بإطلاق سراح العسكريين المتواجدين لديها مقابل أنه تنتهي هذه الهدنة ويعودون إلى القتال مرة أخرى. لا، يجب أن يكون هناك ملف شامل أو اتفاق شامل لهذه القضية بأن يتم إطلاق سراح الأسرى، ولكن يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بضمانات دولية. وعامل الوقت أظن لصالح حماس وفصائل المقاومة أكيد. يعني في مسألة البطاولة، يعني لأنه الاقتصاد الصهيوني مثل ما تكلمت قبل قليل لا يمكن له أن يستمر على ما هو عليه. الدعم الغربي لا يمكن أن يكون مفتوح بآلة القتل، يجب أن تكون هناك إجراءات بالنسبة حتى بلينكين الآن يتكلم بأنه إذا تم استئناف القتال فيجب أن يكون ضمن القوانين الدولية في معاملة المدنيين في الحرب. وأنا أعتقد بأن هذه القضية لن تلتزم بها إسرائيل لا سابقا ولا حاليا، يعني طيب ولا مستقبلا. طيب أتحول إلى إسطنبول. سيد تيسير، على قاعدة أن التأييد الغربي المفتوح للكيان الإسرائيلي في حربه على غزة يتقلص رويدا رويدا بفعل تأثير الضغط الشعبي والرأي العام الدولي والقوانين التي تنتهك، القوانين الإنسانية الدولية التي تنتهك. لكن بموازاة ذلك أريد أن أسألك عن منظومة الحكم، مجلس الحرب الإسرائيلي ما وضعه الآن في الداخل الفلسطيني وعلى رأسه طبعا بنيامين نتنياهو؟ هل حسنت الهدنة التي وقعها مع حماس من وضعه الداخليا، أم أن هذه الهدنة بذاتها وما نتج عنها من إفراج المقاومة الفلسطينية عن أسرى صهاينة بالطريقة التي رأيناها أمام الكاميرا لن تنجي نتنياهو وفريق مجلس حربه من أيام صعبة تنتظره في المستقبل؟ قراءتك. سؤال لي. نعم سيتيسير، لك السؤال. نعم، حقيقة يجب أن نميز برضو بهذا الموضوع بجزئين. جزء مقدرة الاحتلال الإسرائيلي على الضرب والبطش وماذا يمكن أن يفعل، ومقدرته على أن يصمد أمام ذلك في الجبهة الداخلية. الجميع يعرف أن الاحتلال الإسرائيلي كان لسنوات طويلة يحاول أن يقوم بعمليات داخل أراضي العدو إنجاز التعبير، ومنذ تقريبا عام 2007 المعركة تحدث على الأراضي الفلسطينية وعلى أراضينا المحتلة عام 48. ولذلك أصبح الجمهور الاحتلالي بسبعة مليون منه هو تحت الضربات وأصبح يشعر بتفاصيل المعركة، وهذا أيضا من أوراق القوة لدى المقاومة الفلسطينية. أما الوضع داخل حكومة الاحتلال مع إضافة أزرق أبيض، حزب أزرق أبيض إلى حكومة الحرب دون أن يتطرق الأمور أخرى، وتهديد الصهيونية الدينية وبني كبير الذي يشكل تقريبا ثلث الحكومة بأجزاء متنوعة. نحن نتكلم عن حكومة مفكفكة، حكومة لها تطلعات بين استجلاب الصراع مع الفلسطينيين للوصول إلى مرحلة الحسم، وذلك بطرد الفلسطينيين، وهذا ما يفعله بن كبير وزير الأمن القومي بتسليح بأكثر من 100,000 بندقية، منها الآلاف جاءوا من الولايات المتحدة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية سألوا لماذا يتم هذا التسليح، وأنا باعتقادي سوف يكون جوابه في الأيام القادمة أن الضفة الغربية سوف تكون ساحة حرب حقيقية كانت استنزافا من الفلسطينيين ضد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، أو هجوما من المستوطنين والجيش على أجزاء كثيرة من مناطق الشعب الفلسطيني. والبارحة وقبله كانت جنين منطقة عسكرية مغلقة، وهذا مدعاة أن يكون الأيام القادمة. الحكومة الإسرائيلية ليست بأفضل حال، نحن نتكلم بوضوح، وأنا الآن وأنا أتكلم معكم الصحفيين وغيره بدأوا يتكلمون بما كانوا لا يتكلمون به أثناء استمرار القتال على الأرض. الحكومة الإسرائيلية استدعاء الملفات القضائية لنتنياهو، فشلوا في أكتوبر ما يشبهون به كيف فشل جولدا مائير في عام 73، يشبهون أن ما حدث في 7 أكتوبر هو أضعاف ما حدث في 73 من فشل في العبور عندما عبر الجيش المصري. الأمر الآخر وهو
حكومة الاحتلال هذه لم تأتي بانتخابات طبيعية، جاءت بعد 5 جولات من انتخابات كانت بأغلبها لا يستطيع نتنياهو أن يحسب المعركة لصالحه، والاستطلاعات الرأي تقول بأي تفكيك حكومي وانتخابات جديدة حزب الليكود سوف يفقد تقريبا 17 مقعدا منه، وأن حزب أزرق أبيض سوف يكون نصيبه 42. نحن أمام مشهد سياسي الكثير من الأمور تتغير. أولا ما تكلم به الجمهور الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر عندما كان تم سؤال شريحة واسعة منه ما هو أكثر شيء تسعى إليه من أجل استقرارك، قال هو الحصول على جواز سفر آخر، هذا عززته 7 أكتوبر عندما جاءت وأصبح يستخرجون لمن هو في الأسر جواز سفر حتى يتكلموا به، وبالماضي كانوا يتكلمون بقدرات الجيش والموساد وانتيبي وعمليات تخليص الجنود وعمليات أسره. الحقيقة هي أن المقاومة يبدو أنها جاهزة بالعديد من الملفات، وقد يقول قائل يعني بالمقابل إمكانية الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد ضربات الطيران تكون قليلة. أنا أقول لك لا، هي تستمر بالعمليات، هي تاريخيا الاحتلال الإسرائيلي كان ينفذ العمليات ويقتل ويدمر ويفعل كل ما يريد، وكانت المقاومة تحاول أن ترد. بهذه الجولة نحن مختلفين تماما، المقاومة قامت بالمبادرة وقامت دفاعا عن الشعب الفلسطيني وعن المسجد الأقصى وعن الأسرى وعن حصار غزة وضرب الضفة، وبالنهاية استطاعت أن تجعل معادلة أن يعود الاحتلال ليمارس ما يريد ويخطط ما يريد ويفعل ما يريد أصبح صعبا. لذلك أرى أن الحكومة الإسرائيلية هي ذاهبة بلا عودة، وأن محاولات الجيش استنقاذ سمعته والانتصار إلى ما يريده هي صعبة جدا، والمقاومة لم تفرغ كل ما بجعبتها من أشكال المقاومة. وأنا أقول يعني بعض المصطلحات التي تتداول مع المعلومات أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 40 أو 30 أو 35 من قطاع، هذا غير صحيح، هو موجود فيه وهو بالمقابل هو يضرب فيه، ودباباته التي زادت عن ثلث ما وجد في قطاع غزة من 340 دبابة ما ضرب وما قتل من جنوده هو أكثر. والبارحة كان هناك تفصيل لإحدى المواقع ويتكلم هذا التفصيل على أنه المعلومات التي تتكلم عن بعض المستشفيات التي لم يبلغ عن تفاصيل من دخلها من الجنود. أنا باعتقادي نحن أمام مشهد الإسرائيلي العسكري يريد أن يثأر إلى 7 أكتوبر، والسياسي الإسرائيلي يريد أن ينجو بما سوف تأتي عليه بعد 7 أكتوبر. هناك بالنسبة للسيد عليان في رام الله، الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان الهدنة وسريانها فيما يبدو أن عملية خرق الهدنة ممنهجة، سياسة ممنهجة، زد على ذلك مصر على عدم السماح بإدخال المساعدات إطلاقا إلى الشمال بخلاف ما اتفق عليه في الهدنة، ومن ثم لاحقا إدخال مساعدات محدودة وشحيحة. هل يمكن أن تفسر لنا سبب تعنت الاحتلال في قضية وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة؟ يعني في سياق الذي تفضلت به أعتقد أن إسرائيل أصلا يعني هي دولة لا تحترم لا الاتفاقيات ولا لا الشفوية ولا المكتوبة، وتجربة الشعب الفلسطيني منذ توقيع اتفاقيات أوسلو حتى هذا اليوم هي تجربة مريرة جدا وقاسية جدا في هذا المجال، خاصة أن الحكومات الإسرائيلية تعودت على استضعاف السلطة الفلسطينية واستضعاف الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي كانت كلما تتفق مع الفلسطينيين في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة بعد الحروب كانت بالعادة هي تتنصل من هذه الاتفاقات، وبالتالي أحد أسباب المعركة الأساسية بالمناسبة في قطاع غزة هو تنصل إسرائيل من كل ما تعهدت به للفلسطينيين في قطاع غزة، إن كان ما يتعلق بالميناء، ما يتعلق بالمطار، وما يتعلق بفتح الممرات والمساعدات وغير ذلك من الاحتياجات التي كانت ضرورية، وهي بالمناسبة أحد الأسباب التي دفعت إلى ما حدث في 7 أكتوبر من الشهر الماضي. فيما يتعلق في الموضوع الشمال، أعتقد أنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هناك وجهات نظر في الموضوع، هناك أطراف
تريد أن تفرغ منطقة شمال قطاع غزة وبالتالي ضمها إلى قطاع إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم الاكتراث بالرأي الدولي. وهناك ونفس الرأي هذا يقول أن عدم إدخال هذه المساعدات سيساعد الفلسطينيين المتبقين في الشمال والذي يقدر عددهم بما يقارب 300 ألف نسمة من الذهاب نحو الجنوب، وبالتالي يسمح لإسرائيل السيطرة بسهولة على هذه المنطقة. وهناك رأي آخر يقول أن إدخال المساعدات إلى هذه المنطقة سوف يدفع إلى زيادة قدرة التحمل والصبر لدى الفلسطينيين ولدى المقاومة، وبالتالي سيطيل أمد المعركة في منطقة الشمال. هذا أمر. الأمر الآخر هي تريد كمان بنفس الوقت أن تبقي الفلسطينيين في حالة من الضعف والحاجة كي يسهل الاجتياح بقية، أو هكذا تدعي أو هكذا تتصور بأنها ستستكمل ما بدأته في شمال قطاع غزة. إجمالاً اللي بدي أقوله أنه ما زال في هذيك في منطقة الشمال ما يقارب 300 ألف فلسطيني، وأعتقد أن رغم الاهتمام الإقليمي والعالمي بما يحدث في الجنوب إلا أن هناك مآسي قاسية جدا تحدث في منطقة الشمال. هناك مئات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون كل شيء، هناك آلاف الشهداء الذين تم إلقاؤهم بالشوارع، هناك آلاف المنازل المهدمة والتي لا يجد أصحاب هذه البيوت مكان إيواء مناسب لهم. هناك تقريبا تغطية شبه شاملة على ما يحدث في الشمال، وكانت إسرائيل معنية بأن تطرد بشكل مطلق كل وسائل الإعلام من منطقة الشمال، وكانت حريصة جدا على عدم إدخال أي وسيلة إعلام لا تتفق مع الرواية الصهيونية في منطقة الشمال. الصحفيين الذين قتلوا في المعارك حقيقة مرتفعا وهو أكثر من أي مكان آخر في العالم. حتى نستكمل الأسئلة سيد عليان، سأعود إليكم وألتمس من ضيوف الكرام جميعا الاختصار قدر الإمكان لأن الوقت أدركنا ولدينا الأسئلة. أعود إلى الاستوديو بعد إذنك. أعود إلى الاستوديو عقيد حاتم. يعني الآن لدينا متغير من الناحية العسكرية. الاحتلال يعلن عن 1000 إصابة، بينها أكثر من 200 إصابة في حالة خطرة. هذا مخالف لأدبيات العسكرية في لدى الكيان الإسرائيلي. هل يمكن أن تقدم قراءتك لهذا التطور؟ لماذا يعني أقدم على الاعتراف بوجود هذا القدر؟ ومع تفصيل آخر بسيط، هل يتناسب العدد القتلى المعلن عنه مع هذا العدد من الإصابات؟ يعني أقل من 70 قتيل باختصار شديد من فضلك. نعم، لا شك بأن جيش الاحتلال هو مستنزف بشكل كبير جدا في شمال غزة. يعني هذه الخسائر التي أعلن عنها الاحتلال تحت ضغوطات معينة، أنا أعتقد بأنها ليست الأرقام الحقيقية لخسائر الاحتلال الكامل حتى الآن أبدا. يعني عندما نتكلم عن طائفة الدبابة تتكلف من 3 وقسم من عدها تتكون من 4، فبالتالي إذا ما جئنا إلى الآليات المدمرة سواء كانت دبابات أو كانت ناقلات أشخاص مدرعة مثل ناقلة النمر أو الفهد أو غيرها تحمل ما يقارب 14 شخص، وبالتالي عندما تكون هناك ضرب لهذه العجلات بمعنى هناك خسائر لا تقل عن 15 واحدة في الناقلة الواحدة، إذن نحن نتكلم عن 300 إلى 40 أو 345 تقريبا آلية ما بين دبابة وما بين ناقلة. وإليك أن تتخيل الرقم، إذا وضعنا لكل واحدة 3 إليك أن تتخيل الرقم كم سيصبح. يعني ناهيك عن أنه لا زالت حماس لحد هذه اللحظة وفصائل المقاومة الأخرى تنفذ عمليات قنص، تنفذ عمليات قصف، تنفذ عمليات تدمير للدبابات والآليات من مسافة قريبة جدا من خلال الاشتباك القريب، هناك عمليات قصف بالهاونات، هناك عمليات مصائد مغفلين، هناك عمليات تفخيخ، هناك قصف المدن أيضا في الداخل. يضاف إلى ذلك بأنها لا زالت لحد هذه اللحظة تقصف مدن في العمق الأراضي المحتلة، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن المقاومة لا زالت تمتلك قدرات عسكرية كبيرة جدا يمكن لها أن تسبب خسائر، والاحتلال يعرف ذلك. القضية المؤدلجة للاحتلال بأنه لا خيار له أمام ما جرى في 7 أكتوبر. يجب أن يكون هناك شيء يقدمه الجيش الصهيوني. لحد هذه اللحظة هو فشل في إخراج رهينة واحدة من خلال القوة، ما رغم استخدامه هذا الكم الهائل من القطاعات العسكرية ومن التدمير الهائل لمدينة غزة في القطاع الشمالي.
بالإضافة إلى قصفه للمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك من, من, من أمور أخرى. نعم. رغم كل هذه الآلة العسكرية الجبارة التي استخدمها الاحتلال، ولكنه لم يحقق شيء على الأرض لكي يقول للإسرائيليين بأن استطعت أن أكسر قوة حماس خلال هذه الفترة، لأن الأهداف التي رفعها ثلاثة: تدمير قدرات حماس، ولم يستطع لهذه أحد هذه اللحظة أن يدمر قدرات حماس العسكرية، لم يستطيع أن يسيطر، ولم يستطع أن يطلق الرهائن من خلال القوة. إذن جميع الأهداف التي أعلنها لهذه الحرب فشلت بالنسبة للجيش الصهيوني. بناء على ما تفضلت به، أسأل السيد تيسير بدقيقتين من فضلك سيد تيسير، قراءة شاملة لجملة هذه التطورات الميدانية والسياسية بما في ذلك الهدنة والحركة الدبلوماسية النشطة، هل تشكلت لديك مقاربة تفضي إلى أن وقف إطلاق النار بات أقرب من معركة طويلة الأمد باختصار؟ الحقيقة هي كالآتي أخي، الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشعر أن هناك حاجة لترميم ما حدث في 7 أكتوبر على المستويين، المستوى العسكري والمستوى السياسي، وهناك أيضا حالة من فقدان الشرعية الدولية لما فعله، وخاصة أنه تجاوز كل ما يمكن أن يسمى إنجازا عسكريا بهذه المعركة بالمستشفيات وبتحرير الأسرى أو بالتقويض أو بالقضاء على حماس. الأمر الآخر هو الجولة التي تأتي إن جاءت على غرار ما حدث في الشهر الماضي، نحن نتكلم عن أضعاف ذلك من القتلى وأضعاف ذلك من إصابات، وربما نتكلم أيضا عن دخول الجيش الاحتلال الإسرائيلي لمستنقع ربما يعرف كيف يدخل منه ولا يعرف كيف يخرج منه. الأمر الآخر هو أمر أن المقاومة بتعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي هي تعرف أن الاحتلال ممكن أن يعيد المعركة، وبناء عليه هي تتكلم بجهوزيتها لذلك. وأنا أعتقد أن المقاومة بجزئية المقاومة هي تبذل جهدا عالي، لكن لا تبذل كل ما يمكن عندها، لأنها تعرف أن الجولة قد تطول وأنها تحتاج أن تقسم ذلك. باعتقادي على المستوى السياسي إسرائيل تخسر، على المستوى العسكري إسرائيل بعد أن قامت بقتل كل هؤلاء الأطفال تخسر أيضا عسكريا، وكلنا رأينا ماذا فعل إعلام الجيش الاحتلال الإسرائيلي عندما أصبح مادة للسخرية من الجمهور الاحتلال الإسرائيلي أيضا. وهذا باعتقادي جزء مهم منه، أن أي اتفاق على وقف إطلاق النار لن يكون هناك مقبول استمرار الحصار على غزة أو بقاء القضية الفلسطينية مهملة ومهمشة، ولن تقبل هناك الكثير من كانوا يؤمل أن يكونوا جزء من التطبيع واندماج إسرائيل في المنطقة جزء بهذا المشروع. بالإضافة إلى، وأنا باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يوعي أو يعي أن المقاومة ليست تنظيما بسيطا بقدر ما هي جيش للتحرير، وأن ذلك الذي يحدث الآن في غزة قد يحدث في الضفة وقد يكون أيضا في الداخل الفلسطيني، ولذلك سوف نرى المواقف مختلفة خلال الأيام القادمة. جملة هذه المعطيات أحيلها إلى السيد عليان بدقيقتين من فضلك. هناك خلاف بين إدارة، بل اختلاف بين الرئيس الأمريكي بايدن وبنيامين نتنياهو بشأن الهجوم على جنوبي القطاع، زد على ذلك انفضاض تدريجي غربي وراء الحرب الإسرائيلية على غزة، زد على ذلك الاقتصاد الإسرائيلي المهدد بالخطر بناء على رأي خبراء إسرائيليين. كل هذه العوامل برأيك هل تملك تجعل إسرائيل ما زالت تملك من القوة السياسية والنفسية ما يؤهلها للهجوم على جنوبي القطاع؟ يعني أولا لابد أن أشير إلى حجم الخسائر التي وقعت في صفوف الجيش الإسرائيلي. أنا أحد الأشخاص الذين أتبع عدد هذه الإصابات من خلال مركز أبحاث إسرائيلي، وكانت هذه الإصابات تصل إلى 5500 يوم 13/10/2023، في حين بلغت قبل عدة أيام ما يقارب 9000 جريح، وهناك زيادة بما يقدر 4000 جريح. وأعتقد العسكريين يدركون أكثر مني كم يكون من هؤلاء من بين هؤلاء قتلى، وبالتالي الرقم الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال هو رقم غير صحيح وغير رسمي، وأعتقد أن ما جمعه مركز الأبحاث هو الأدق الذي يتحدث عن ما يقارب 4000 جريح وعن 120 قتيلا، وأعتقد أن الأرقام ستزيد. فيما يتعلق بالمواقف بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، أعتقد يا سيدي العزيز أن هناك وجهتين نظر
ليستا مختلفتان كثيرا. الإدارة الأمريكية تريد قتل الفلسطينيين بالتقسيط، يعني ليس بكميات هائلة جدا، في حين ترغب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين بشكل جماعي، وهذا هو لب الخلاف الأساسي. أعتقد أنه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للاتفاق على طريقة الاندفاع نحو جنوب قطاع غزة، لكن في كل الأحوال ومهما كانت النتائج وبغض النظر عن إن كانت لصالح الفلسطينيين وإن شاء الله تكون لهم أو لم تكن، إسرائيل لن تستطيع أن تحقق أيا من أهدافها، لم تستطع أن تحقق أهدافها التي دخلت فيها في صراع مع الفلسطينيين عام 1982، لم تستطع أن تحقق أهدافها في الانتفاضة الثانية ولا في الانتفاضة الأولى، وأعتقد أنها لن تحقق الأهداف التي تسعى من وراء هذا العدوان. وأعتقد أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني سيظل المهدد الرئيسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتفيد كل استطلاعات الرأي التي أتابعها بالمناسبة منذ أكثر من 20 عاما أن لا التهديد الإيراني ولا التهديد الذي تشكله إيران أو محور المقاومة هو التهديد الأهم بالنسبة لإسرائيل، وإنما الوجود الفلسطيني هو المهدد رقم واحد لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أعتقد أن مهما كانت أهداف إسرائيل لن تتحقق كما لم يتحقق الأهداف السابقة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي الفضلاء في الاستوديو العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في مركز الرافدين للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن اسطنبول تيسير سليمان الخبير بالشأن الفلسطيني وشؤون الاحتلال، وأيضا من رام الله عبر سكايب الأيان الهندي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.